ألقها ولا عمك. ابشع ابشع يا شقيطة. سلامتك يا صلية، الجرح بسيط إن شاء الله. بالعون هذا الحال ما يوتيني، عيد هذا ما يحل عن نبد، تقول إنه ذبحت أبوه وراي. زين انتهدى بس، هذا هو أخوي لفا وهو علم الشيخ. وحين سمعته يهرج بسيرتك ويتهجم عليك حاولت أسكته لكنه اعتمادة وسمعني كلام طير صوابي إنك مو زين، وقعد يرفع من شان عمو برجس. وش قال؟ يقول إنك لولا الصقلاوي ما قدرت تفوز على برجس، ويقول بعد إن الصقلاوي ما هو لك، وإنه برجس هو اللي رباه وعلمه عسباق وإنت خذيته من بعده. لا 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 يا حيف الحيف، وش هذا اللي أسمعه؟ كمل يا ولد، وش قال بعد؟ يقول إنه لجل خاطرك أبوك طلب الحصان من أبو برجس، وقام أبو برجس أعطاه لأبوك وأبوك أعطاك إياه. الخاصي، لكن من اللي قال لها السالفة البعيدة وهو غريب عن الديرة؟ يقول إن برجس كان يهرج بيها قبل أيام وهو سمعها منه. يا عيب العيب يا عيب العيب، هذا اللي ناقص، ما ظل علينا غير الرعيان يسولفون ببعض العشيرة. اصبر يا سلام اصبر، الله يهديك، ودي أعرف دليله على الهرج وتوكد من صدقه. بلعون ما أنا كاذب، وإن كان منت مصدقني هذا عايش يشهد بكل اللي صار. أنت كنت هناك يا ولدي عايش؟ إيه بالله كنت، ونشهد إن كل اللي قالوا عيد صحيح وأزود منه بعد، وحسب إنه عيد يخجل من قوله. وش هو يا عايش؟ قل. صليح يقول إن أبوك الشيخ رحمة الله عليه علم إنه برجس زعل من أبوه لأنه دال حصان، قام وصاه قبل يموت أن تعطيه خيتك دنعة حليلة له لجل يسكت ويرضى. بسيطة بسيطة يا برجس بسيطة. العون هذا كلام خطير، ما بيه الزوم يسولف بيه راعي غريب مثل راعي برجس، بس الحق ما هو عليه، الحق على اللي علموا بيه. يا عيب العيب يا عيب العيب، لجلي تباهى وتفاخر بالعشيرة انه فارس الفرسان. يا عيب العيب بس. الرد الله خير وريه برجس هذا. انت يا ولد توكلوا على الله وروحوا شوفوا الحال، يلا امشوا. ها يا شيخ عليش ناوى الحين؟ جب لي برجس وده تفاهم معه بالكلام اللي قاله اللي ما فيه الا قلت الفهم والمعايرة وشوفت الحال. زين زين يا شيخ، انا اروح واجيب لك اياه، بس ارجاك يا اخوي لا تشد عليه، ترى برجس نسيبك انت معطيه اختك، يجوز انه لما خسر السباق قدامك قال الكلام بلي وعي. لا يا سلام، ان كان قال الكلام بصحيح لزوم يتحاسب عليه، ودنعة ما تصير له ابد ولو انها معطات له بوصاته من ابوي. اي زين زين يا شيخ زين، طال عمرك، انا الحين اروح له لبيته واجيبه لعندك كانت تتفاهمه. زين زين توكل على الله. ارخص لي. توكل على الله فما الله. سلامك يا عيد، من رجعنا من بيت الشيخ بادي وما انت بخواص. مدري يا اخوي عايش، احس اني هضرمت صليح من ورا السالفة اللي خليت نقولها للشيخ بادي. ومن قال لك انها ما هي صحيحة؟ وكاد يا عايش. اي وكاد، لان كل الناس تهرج بيها من زمان، غير انك انت الوحيد اللي ما تدري بيها. يعني انا ما انا كذوب؟ لله ما سببك انت ما قلت شيء غير اللي يهرجوا بيه الناس، ومالك بيها ان كانت صحيحه ولا لا. ولا تنسى انه لولا السالفه هذه ما خلصت من يد بادي، وانت تعرف انك تبليت صليح وتديت بالضرب. انا اشهد يا اخوي عايش، انا اشهد. مو صحيح، انا ما هرجت بيها للراعي ولا لغيره من رجال العشيره. وش هو دليلك؟ وش هو دليلك انت يا بادي؟ دليلي هو شهاده الراعي عايش اللي كان حاضر بينهم. لا عاد انا حلف انه ما طلع من اثم هرج لا للراعي صليح ولا لغيره. لا عاد نواجه عيد بصليح ونعرف منين جاء اساس السالفه. لا يا الربع لا يا جماعه،
ما هي الصحبة انت عياله عم ونسايب، ما يصير تكبر السالفة وهي صغيرة. لا يا سلام، خلى الشيخ بادي يتوكد ان ولد عمه ونسيبه ما يبوق بيه ابد ولا يقلل هيبته. مهي مستاهلة يا اخوي يا برجس، مهي مستاهلة، انت صادق من غير يمين. وانت يا اخوي يا بادي، انا عارفك حليم وموزون العقل، وانا شور عليك الاثنين انكو تدفن السالفة وتبدو صفحة جديدة. مهي من العقل والحكمة والفطن انكو تكبروا السالفة وتصير هرجة بين العربان. عدل عدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحين أريدكم تحبوا على رؤوس بعضكم قدامي، ترى قلبي تقطع لما أشوف أخوياي على خلاف. يلا يا إخواني يلا. بعدك ما نمت يا اخوي؟ عيني على النوم مطروده يا خيتي. زعلان من اللي صار بينك وبين بادي؟ بدري يا خيتي وش اللي غير بعض؟ كل شيء يسويه، كل كلمه احكيها تزعله، وانا محتار بنمره. مدري وش اقول لك يا اخوي. انا اعلم انه يمدح بيك واعطاك اخته بعد، وش اللي جد عليه؟ العالم الله يا خيتي. على كل حال ما يعرف العبات رجال إلا رجال يا أخوي. خبري بيك تنقدها على الطاير. هذا شيء لابد منه يا خيتي، والشيخ له احترامه. ولا تنسي بعد أن أخو خطيبتي ولا سواتها اليوم معاي تزعل. الزعل ما يعديك وجه صاحبك يا أخوي. لا تنسى أنه ولد عمك ونسيبك، لكن مثل ما قلت لك الحذر واجب. لا تخافي على أخوك، واطلب من الله أن ما يكون بنفس بادي نية شينة بخصوص زواجي من دنعة. البلع على حاجتها صبارة يا برجس، لزومك تصبر. زواجك قرب من دنعة، والأيام رايحة تكشف له الحقيقة إن شاء الله. يعطيك العافية، ليه توخرتي؟ ما توخرت، احضرت الحطب انا ودنعة والهنوف، وكل وحده مشت بدربها. لكن انت وش وراك؟ ما بي شيء، مشتاق لك، بدي اسولف معك. معقوله؟ ليه به معقوله؟ على بك مستغربه. لا بالله ماني مستغربه، لكن نفرح يوم احس انك تشتاق لي. يجازيك يا نوفا. اقول يا خير، أريد أسألك على الهنوف، لأنش دوم ترافقيها ويكاد سرها عندك. وش لك بيها؟ أي مهنا يا حرمة، أباك صديق الشيخ بادي هو اللي ينشد الرجل، يهواها ويريدها حليلة له، وهو ما يدري عن باطنها شيء ولا رايها بيه. بلعون ماله نصيب بيها. ليه؟ لأنه ما بيدنا الوصايف اللي تمناها الهنوف، وإن كان يفكر إنها تكون حليلة له لزوم تخلو يصحى وينسمرها. لا 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 لا، يا خسارة، عاد الرجل هواها وواقع بحبها وهي ما تدري عنه. الزواج قسمة ونصيب يا سلام. إيه لعاد، خلينا بلغه ينسى. نسلم عليك. وين رايح؟ ما قلت إنك مشتاق له تنشد الحديث معي؟ بعدين بعدين. صحيح اني اشك بالامر يا بابا. شلون؟ اخبرك انت بادي شبه الاخوان، كود احد حط بينكم لجل يفرقكم ويفرقني انا وانت بعد. انا فكرت بهالامر يا دنعة، بس ما لقيت احد. ما تشك بسلام؟ سلام؟ لا تستهين بسلام يا برجس، الرجل من مبادئه ينعرف. وش بدالك منه؟ انا لا ما بدالي شيء. مرنا اسمعه مرات يهرج مع اخوي بادي بسوالف ما هي زينه. و ويش يا دنعة؟ ليه سكتي؟
لا ما بيش هيك، انا مرتاح للسلام هذا. المهم متى بدك تذهب للديره اللي لك فيها دير؟ اليوم ان شاء الله. ومتى تعود؟ ابات ليله واعود، بس ضروري اشوف بادي. زين. انت بعدك تفكر بالهنوف حليله لك. اي بالله يا اخويا سلام، والفكر ما يحيد عنها ابد، والقلب مشغول بيها دوم. لكن يا سلام يا اخوي، انا محتار بالطريقه اللي اقنعها انها تقبل بي. ما ادري شلون اعلمك طال عمرك وانت واقع بهواها لقذلتك. ايش دراك انت؟ اخاف اعلمك أزيد همك. لا يا سلام، لزوم تعلمني. زين، بس أرجاك لا تزعل. أنت يا ابن الحلال قولوا لا عليك. اليوم كنت قاعد أنا ونوفة حرمتي، وجت طار الهنوف وطاريك، ورأي الهنوف بيك مو زين، وقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل كمل يا سلام، وش قالت بعد؟ أريدك بالأول تنطيني وعد إن هذا الكلام ما يطلع لحد أبد، لأني ترى طال عمرك يا شيخ سحبته سحب مثل ممرتي. قل قل يا ابن الحلال وسر كبير. تقول إنك ما بيك وصايف زينة تقبل بيها، وإنك ناقص العقل والتجارب، وبيك حماكة الصبيان، ومنت مثل أبوك رحمة الله عليه بقيادة العشيرة وما تصلح لها. بحيف عليها، وانا اللي كنت اطري عليها دوم واقول ان الله كملها بعقلها وجمالها. ايه طال عمرك الجمال ما يكمل، شوفت الهنوف انه بيها كبارة وما بي بعينها حدا. عاد انت ما شاء الله عليك، اللي يشوفك ان بي مضرة تصير مصر. سلام عليكم. هلا هلا برجل. سلام. يا هلا والله وسهلا. عليكم السلام. هان هان مشاني مشاني. لله ودي ولد عم شوية. هياك الله. خير يا اخوي. ودي ترخص لي يا ولد العم اللي دينه عند جماعة، ودي اروح اجيبها واعاود، وحين ما عاود ودي تسمح لي يكون عرسي على دنعة. خير ان شاء الله، توكل على الله. يلا سلم عليكم. مع السلامة. علامك طال عمرك، أشوف حالك تغير بعد كلامك مع برجس. مدري مدري يا سلام، أحس أني مخنوق وفي بقلبي شيء يغلي، لكن مدري وش هو يا أخوي. أنا أدري وش بلاك طال عمرك، أنت تحس بالظلم من برجس وقته. ودك تصيح يا سلام كأنك بقلبي يا أخوي، لكن لكن إيش؟ إذا كنت ما انت راضي على جيز تختك من برجس، أوقفها أو أجلها. ما أقدر ما أقدر يا سلام، لأن ما بي حجة بيدي. الحجة موجودة طال عمرك. وش هي؟ الهنوف. تطلب الهنوف من أخوها برجس، والمنطاك إياها تكون هذا الحجة وحدة بوحدة، وما بي حد أحسن من حدا. وبالك هذا مطلب عدل؟ هاتشيف لعاد، انت تعطيه اختك وهو ما يعطيك اخته ما يصير. بس عطيتي له وصاه من ابوي. ادري ادري طال عمرك، بس انت عاد طلبت حجة وما بي قدامه غير هذا الحجة وانت حر. بس انا طال عمرك احس بالوجع اللي بقلبك من صد الهنوف لك. بس تهق اني ما اكون واقع بالخطأ لو سويت هالسوايا سلام. اي عاد انت عندك عقل توزن بيها الموازين. بلعون عقلي ما يطاوعني. جي انت حر.
سلام سلام. 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 وين ضال يا سلام؟ ما في شيء ما في شيء. سمعت الصوت خواف الخيل وطلعت اشوف. انت وش اللي مصحيش من نومك هسه؟ حاله وين صاحيه؟ يلا عفراجت عفراجت يلا. صبحك بالخير يا خيّة. يسعد صباحك يا اخوي. سرعة سرعة سرعة. علامك يا اخوي. خفق قوي. وينك؟ خوفني يا اخوي. ما ادري عنه. وشلون ما تدري عنه؟ يجوز خذ الراعي عيد يريضه بالمرعى. الراعي عيد ما ياخذه بلا يذن مني. بعد وين راح؟ ألين ثوب زين وليق بعروس زينة. متى انهيت هي الهنوف؟ ظليت اشتغل بيه الوجه الصبح حتى انهيت. يا ويلي عليك، وظليتي سهرانة طول الليل؟ العروس غالية يا نوفا. إي بالله صحيح. لكن أريد أسألك يا الهنوف، ما دام إنك ظليتي سهرانة طول الليل. خير. سمعتي صوت حوافر خيل بالعرب؟ لا بالله ما سمعت. لكن لكن ويش؟ ما أدري. سمعت حركة غريبة الليلة حوالينا البيت. جوز أنا حركة شلاب؟ إيه يجوز. وش بي؟ وش بي يا رابع؟ واخره واخره. وش بي؟ وش بي يا رابع؟ وش بي؟ وش بي؟ وش بي يا رابع؟ ها؟ وش بي؟ صحيح يا شيخ؟ صحيح القرى اللي سمعتها الصقلة وانسرق؟ أفا أفا يا شيخ، إن كان الصقلة وانسرق تراها فضيحة إن قدام العرمان الثانية كلها يا شيخ. والله ما ندري يا سلام هو انسرق ولا انطلق. لا بالله يا طويل العمر، الحصان ولو انه من غير الباط بيترك مشانه غير حد يقوده. الصقلاوي حصان زين وكاد انسرق. سج سج يا شيخ، اللي يقولوا عيد سج. الصقلاوي ما ينطلق، الصقلاوي ينسرق. واسمع يا شيخ، تراها هذه مهانة ما بعدها مهانة. اللي يطم راحك مثل اللي يطبيتك. صدق يا سلام. والحين يا رجال لزوم كل واحد منا يروح بناح ندور عليه. اي بالله صحيح، عسى الله يصادفنا به. ترى اسمع يا شيخ، اللي سرق الصقلاوي مو هو بعيد عن المضارب. يلا يا رجال وراي يلا. اي بالله يلا يا رب. هيا الهنوف هنوف هيا الهنوف. مش فيه عسى ما شاء الصقلاوي سرق. ها عساك فضلت شيء. ها 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 على فري روح ويجي يا شيخ. يا عم يا عم بادي يا عم وش عندك؟ بشر الصقلاوي بين صحيح. اي بالله. وينه وينه؟ هذا هو بالطار الغربي. يلا 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 هذا هو. ايه شفت شلون طال عمرك؟ شفت شلون الخسيس اللي سرقه يظن انه ما نلقاه؟ لا ملعون ما في شيء مترجال. الصقلاوي اويلي يا الصقلاوي. فك القيد يا عيد فكه. الصقلاوي فكه يا ابوي. ايه والله ياخذونك مني. الله لا يبارك فيهم. اشوف يا ابوي اشوف. فكه فكه خلاص يا عم. ملعون هذا مو هو مربط حصاني. المن يكون لعاد أبايي. ما صدق يا أخوي، ما صدق إن برجس تساويها. بلعون إنه هو. وأنا ترى ساكتن على كل فعيلها الشين لأجل خاطرك. برجس مبطن شر، لأن الصقلاوي ما طلع من نفسه من يوم إن أبوه أهداه لأبوي. يا أخوي أرجاك تحقق من الأمر زين. برجس ما هو بديرة، حين يعود يسأله. الأمر واضح. أرباط اللي لقيناه أرباط فرس برجس، وما حد سواها غيره. وأنا يوم يعود برجس أشوف شغلي معه. يا هلا يا هلا
القوه يا الهلوف. جويت يا اخوي. الو يا الهلوف. حمد الله على سلامتك يا اخوي. الله يسلمك يا خيتي. وين مربط فرسي؟ مربط فرسك؟ ايه مربط فرسي. ليه سكت؟ مربط فرسك وكاد خزاها كلب. كلب؟ ما فهمت قصدك. انت متهوم سرقة السقلاوي يا اخوي. انا؟ ايه انت يا الخسيس. انا ما هقيت بيوم تصل معي هالمواصيل. بادي يلزم حدك ولا تهور معاي. انا تحملتك كثير. وانا ما عاد اتحمل فعالك الشينة وكبرت نفسك وشوفت حالك. لا تغلط يا بادي. وكاد انك فقدت عقلك. شلون تتهمني بسوات ما سويتها ولا من طبعي اسويها؟ خل عنك الكذب. انت ظهرت على حقيقتك وما شرفني تكون قريب لي بعد اليوم. لا 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 يا الربع لا. ما يصير تصل بينك ولا هالماصل يا شيخ. سلام الزم حدك ولا تدخل. انت دائم تحميه مني وتمنعني اني اواجه حقيقه طبعه وفعال الشينه. لا وكاد انت فقدت صوابك وكاد فقدت عقلك. اخشى الخسيس انت نسيت مع من تحكي. لا بالله ما انا ناسي. ترى انا احكي مع واحد هوج. اخشى الخاصي. لا 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 لا, لا. اريد اوريه من هو بادي. لو كنت تحترم حالك كان احترمت وجودي ببيتك وتلجم يدك ولسانك. مع واحد من شكلك ما ظل فيه احترام. ومن اليوم ما رديت بوجهك من العشيرة ابد. يحرم عليك الديله يا برجس. وانت مطرود براسك وتطلع من العرب من غير بيتك وحلالك. خلوه يطلع بناسه ويترك محاسه وحلاله. وترى دنعه من اليوم لا هي لك ولا انت لها. على مش الخير. خير
ما بشي يا اخوي، ما رني عطشت ورقي نشف. شد حيلش يا خيتي، على الله هنلاقينا غدير ولا نبع ميه نشرب. قومي هاتي ايدك يلا. بوس. يعطيك العافيه. الله يعافيك. معاك ميه يا اخوك تسقينا. ايه ابشر ابشر بس سعد. تفضل. زاد فضلك، عشت عشت مكثور الخير يا اخو. خذ يا خيتي باللي ريقك، الله فرجها علينا. هاتش هاتش. الحمد لله. بل هنا وشفه. الحمد لله مكثور الخير يا اخو. والله انا وشك ذبحنا هضمه والدنش ذاك. تفضل. ما بي عرب بهالديره هان. اقرب عرب عرب الشيخ حمود، وتراهم مهم بعيدين، دربهم من هان. عشت يا اخو عشت، كثر الله خيرك. مع السلامه. يلا سلم عليك. مع السلامه. يا دنع يا خيه، احمدي الله اللي ريحش من رجل ما هو زين مثل برجس. ومن متى صار برجس مو هو زين يا باتي؟ سرقته للصقراوي، راد بيها العار لي. انا ينسرق حصاني من قدام بيتي ولا اقدر احميه؟ يا اخوي يا بادي، انت سرات بحكمك عليه وما انطيته مجال يدافع عن نفسه، وطردته من قبل ما تسمع هرجته. انا مرثابت عليه، وعمايله الاخيره اتوكد انه كان مبطن على الحصان، وان الحصان ما طلع من نفسه من يوم ان ابوه هداه لابوي. ان كان البرجس حسره بيوم من الايام على الصقلاو، ما هقيت انها باقي عنده بعد اللي خذه. اعز واغلى منه، واظن اني اعز واغلى من الحصان يا بادي. لا عاد انت ما تعرفين برجس زين. وانت شيخ، والشيخ لزوم يكون وسيع الصدر ويتحمل الكبير والصغير. تذكر رحمة أبوي كيف كان يساوي حين كانت تصدف المشاكل. وبعدين معك دنعة، أنت مع برجس علي؟ على كل حال باشر تعرفين أن اللي سويته هو الصحيح وما بي غيره صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عسى ما شر يا شيخ حمود، سمعت انك مريض. اي بالله يا صايف، ايه بطني تاجعني طول الليل ما نمت. خذيت دواء طال عمرك ما لقيت بالبيت غير الشيء، خذيت منه وما نفعني. عسى الله يشفيك يا ابو شمال. هلال يما. علامك يما. تعال يما، ودي اياك تعال. ايه ارخصني يما، اريد اشوف امي وشد. اقعد اقعد يما، اقعد كل، وكاد انت جعان من الصبح ما كليت. ايه فعلين جوعان وتعبت من القعده يما ابوي. بس اياك شمال
يعرف اني اخو الصك بالذات دوني، تراه يقول تطعم ولدها وما تطعمني. ايه ولا يكون لك فكر يمه. فالعون الله فرجها يا خي، راع الفرس هذه هو اللي رايح يدلنا على عرب الشيخ حمود. والله يا خي يا راع الفرس يا النشمي يا الاخو حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام. هيا الله خير يا الاخو. سم حاجتك بنجدك عرب الشيخ حمود بعيده من هان؟ وصلت. انا شامان ولده والنعم والسبع تنعام. انا برجس من عرب الشيخ بادي، وهذه خيتي، ولنا حاجة عند الشيخ حمود. ابشر باللي تريده، وابوي سداد. علينا التعب ظاهر عليكم، والحين تاخذوا فروسي بعد. ترى حنا لفينا عرب كرمهم شامة على جبينهم. حياكم الله. هلال يمه، يا هلال كلت وشبعت يمه. يمه يمه ودي نام نعسان نام. غطيني غطيني يمه. نام يمه نام يا بعد عيني. هو لله يا صايم، ما لي هوا بيها، بطني يجعني. شمال لفا يا شيخ ومعه بيو. ايه يا حي الله بيه وبيهم، حي الله بضيو. هلا بشمال ومن معه. الله حي الضيوف، اهلا بيهم. الله حي شمال. يا هلا يا هلا. السلام ورحمه الله. حي الله حي الله بضيفكم معكم. يا هلا عليكم السلام. هلا 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 يا هلا يا هلا. تفضل يا خي علي محرم. يا حي الله يا هلا الله يا خاله. الخير يا ولد، خذ الخير وحطنا عليك ابوي. دع جتش ضيفه يا خاله. يا حي الله بالضيفه، يا حي الله بالضيفه. تفضل يا خي. تفضل. هلال يا هلال. ودنا نام يمه، ودنا نام. بارك الله بيك يا طويل العمر يا طويل العمر. انا بحذارك وموقد نارك، انا داخل على الله ثم عليك. من الهفا وقلت الوفا، ومن الجور والزور والقوم الظالمة والرجال الهاملة. ابشر ابشر بالعز وطيب الملفة، ولا حنا بيه انت بيه. والله قدرنا نعيد لك حقك، وان شاء الله ما نعقب عنك الا الردية. واللي عليك علينا، واللي يعاديك يعادينا، وحقك ان ما لفه بالناموس يجي ان شاء الله ولو بالدبوس. بارك الله بيك يا طويل العمر. تفضل يا سلام. وش هذا؟ وش هذا؟ خذي خذي من قدامي. علامه لون الحشمه للزاد ولا كب بوجهك؟ عسى ما شي يا سلام. وش بيه الزاد؟ العوس مو عوسك اللي تعودت عليه منك. لا يا سلام، العوس ما تغير. ذوقيه وانت تعرفي.
سلم عليك. هذه قصتك يا برجس؟ اي بالله يا طويل العمر، ابشر باللي اقدر عليه. تبشر بس سعد. قد يا شمال خير يما؟ ابن بيت الضيفنا، خل العين وراه وجهزه بالمونه، ما اريد ينقص شيء. ابشر يما ومن غير ما توصي.